السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. وكنبغي نرحب كذلك المشتركين الجدد معايا في القناة وكنقول لهم مرحبا بكم. وكنبغي نشكر الجميع على تشجيعاتكم وتعليقاتكم اللي كتخليني نزيد القدام ونعطي اكثر واكثر في هذه القناة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بسبوسة ديال الشكلاط. هذه البسبوسة اللي كتجي هشيشة من الداخل وبنينة ورائعة في المذاق. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم، خليكم معايا تتبعوا الفيديو حتى الاخر. والناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره كنقول لهم اشتركوا معايا في القناه بالضغط على زر الاشتراك، صابوني اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. لهذه السبوسه غادي نحتاجوا 3 ديال البيضات، كاس ديال السكر الخشن او سنيده، جوج اكياس ديال خميرة الحلوى أو البيكن باودر، واحد كيس ديال الفاني، قرصة ديال الملحة، كاس ديال جوز الهند أو الكوكو، هاد الكوكو اللي يكون مزيان يكون رقيق ميكونش داك الغليظ، 4 المعالق ديال الكاكاو المر، جوج كيسان ديال السميدة رقيقة، كاس ديال زيت المائدة، واحد ياغورت. نبداو على بركة الله. غادي ناخذ البيض، قلنا هنا عندي 3 ديال البيضات، غادي نضيف كاس ديال السكر الخشن او سنيدة، كيس الفاني، قبيصة الملحة، نطرد هادشي مزيان، نطربهم مزيان، أنا هنا غنطرب فقط بالطراب اليدوي، غادي نضيف كاس ديال الزيت. نتابع الطريق، نكمل هكا نخلطهم، نضيف كاس ديال الياغورت. هنا انا اخترت الياغورت بنكهات ديال الفاني، نتوما يمكن لكم تختاروا اي نكهه بغيتوا. دابا غادي نضيف الكاس ديال الكوكو، غادي نضيف الكاكاو، قلنا انا عندي هنا 4 ديال المعالق ديال الكاكاو المر، ثم غنضيف سميدة، قلنا عندي جوج كيسان ديال السميدة، أنا كنعبر هنا بالكاس ديال العنبة، وغنضيف جوج أكياس ديال خميرة الحلوى أو بيكنج باودر. صافي نخلط هادشي كامل حتى ينسجم لي هاد الخليط. صافي صافي الخليط ديالنا ها هو واجد كما كتشوفوا. خديت المول اللي غندخل الفران كما كتشوفوا، دهنته بالزبده ورشيت عليه شويه ديال الكاكاو. دابا غادي نخوي هذا الخليط ديالي في المول، سخنت الفران على درجة حرارة 180 درجة، غادي ندخلها طيب واحد نص ساعة من التحت ونحمرها شي شويش من الفوق ونرجع عندكم. البسبوسة ديالي ها هي وجدات كيما كتشوفوا. دابا غادي ندوز نحضر الصوص ديال الشوكولا اللي غادي نسقي بها هاد البسبوسة.
غنحتاجو معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، شوكولا، هنا انا خديت واحد 18 قطعه ديال الشكلاط اسود، وكاسونس ديال الحليب هكاس، وها هو غادي نعمل هذا الشيء في كاسرونه. وضعت الحليب على النار، غادي نضيف عليه معلقه ديال الكاكاو المر صافي، ونخلط، نخلي الحليب حتى يسخن واحد شويه، هنا يمكن لكم توضعوا واحد المعلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، كتجي زوينه. انا هنا كاع ما استعملتها، اللي كتعجبو المذاق ديال القهوه يمكن له يزيدها. صافي الحليب ها هو دفا، غادي نضيف عليه داك القطع ديال الشوكولا صافي، ونبدا كنحرك حتى يذوب لي داك الشوكولاط مزيان، ونبدا نزيد مع هاد الحليب. غادي نبدا كنحرك مزيان حتى يذوب تماما داك الشوكولاط هاد الحليب. صافي ها هو داك كيما كتشوفوا، دابا غادي ندوز نسقى به داك البسبوسه. غادي نسقب هاد البسبوسه هكذا، الا بكي غدو ولا شي عود بحال هكذا، باش تشرب لي مزيان داك لاصوص. نحاول نسقبها كامله، صافي دابا غادي ندوز نسقيها. هاد الصوص بنزالة سخونة كنسقيها بها، ماشي حتى كتبرد. كيما كتشوفو راها كتشرب لي داك لاصوص مزيان، باش كتجي هشيشة من الداخل. هكذا نكمل هاد لاصوص الشوكولا اللي عندي، بعد ما سقيت البسبوسه ديالي كما شفتو، حضرت الكريم شوكولا اللي عملت فيها كاس ديال الحليب مع معلقه ديال مايزينا مع 10 ديال القطع ديال الشكلاط، خليتهم حتى غلاو مزيان وعقدات لي الكريم ديالي، ودهنت على الوجه كما كتشوفوا. بعد ما بردت لي داك الكريم على الوجه كما كتشوفوا وشدت في راسها، غادي ندوز نزينها. غادي نقطعها هكذا. خليت البسبوسه ديالي حتى بردات، ويبسات عليها داك الكريمه من الفوق، وزينتها
اللوز كونكاسي بعد ما قطعتها مربعات كما كتشوفوا جات على هذا الشكل هذا. ها انتما كي كتجي من الداخل على هذا الشكل هذا كتجي داك الكريمه من الفوق كتجي هشيشه. هكذا هي نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. واذا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليوا لي لايك وتابونوا معايا في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.